تزعلش. بالله على السلامة. ايدك النكسة دي ما تلمسنيش. اهدي. اوعي تتجنني او تعدي حدودك. اهدي. حيدر. شامم ريحة حيدر. سيبت بدل ما ارجعك مطرح ما كنت. هتتمني سرير السجن وما تلاقوش. سيبتي عشان كده لامم شويه الحوشه اللي تحت دول حواليك. ليك حق تخاف بقى، عندك الكتير اللي تخاف عليه. بس انا بقى ما عنديش حاجه تخوفني. عندك، عندك كتير قوي وانت عارفه. بس انا عشان راجل جدع مش هاجي عليكي الا لو انت جيتي. ضايه فين؟ معرفش. تصدقي ما تصدقيش معرفش. مش مصدقك. حقك. ضايه صغيره ملهاش دعوه باللي بينا. اكيد هربت عشان ما استحملتش اللي امها عملته. هي صغيره. أنا بقى بستحمل يا نعيم. سلطانة. قلت لها سلامة يا سلطانة. اتخرجت ازاي؟ ما مش قالوا بكرة؟ خرجوني النهاردة. الحمد لله على سلامتك. طب عملت ايه في موضوع ضي؟ قالوا لي ان انت بتدور عليها. ما انا لسه عارف امبارح. عشان كده مش عارف ادور عليها فين وعند مين. وبعدين الواد جو كمان مش موجود. يعني ايه جو مش موجود؟ هد نفسك بس انت يا سلطانة كده واهدي. انت كمان وشك شكله اصفر. مالكش دعوه بوشي. يعني ايه جو مش موجود؟ سلطانه تقصد ايه بالكلام ده؟ يا سلطانه كلنا عارفين ان بنتك اشرف من الشرف. كل الحكايه ان الواد ده هو اللي عارف سكاكها بتروح فين وبتيجي منين ومين صحابها والحاجات دي كلها. عشان كده انا ما وصلتش لحاجه. طب قوم تعالى معايا. ولو معاك فلوس هاتها. طيب اغير هدومي واجيب فلوس من جوه.